التراث العمراني القديم بتصاميمه التاريخية والثقافية، واللي استمرت وحافظت على جودتها لين يومنا هذا. رغم بساطة الأدوات اللي استخدموها سكان الإمارات قديماً، إلا أنهم أبدعوا في هذه التصاميم. اليوم بنتكلم أكثر حول هذا الموضوع، خلكم ويانا. تميزت دولة الإمارات قديماً بتراث عمراني غني. اليوم بنتعمق أكثر في هذا المجال مع سعادة رشاد بوخش، رئيس مجلس إدارة جمعية التراث العمراني. حياك الله يا أستاذ. حياك الله. الله يعطيك العافية. أستاذي، بداية كلمنا، كيف بدأ اهتمامك بهذا المجال؟ أنا طبعاً من مواليد دبي عام 1961، يعني ممكن نقول الفترة الانتقالية، بداية الكهرباء، دخول الإضاءة للبيوت وكذا، وعشت في بيت تاريخي في منطقة الفهيدي التاريخي. البيت هذا كان بيت كبير، بيت الجد طبعاً، مبني في 1924، فكان في من الصغر من الطفولة ارتباط بالتراث العمراني. ما في شك أن البيوت القديمة، غير أن بيوت أحواش وبراجيل، أيضاً فيها زخارف هندسية وزخارف نباتية، فكان هذا الارتباط. لما كان عمري 13 جانا مهندس بريطاني باسم بيتر جاكسون، وكان على أساس يمسح البيت والبرجيل وكذا، فأنا اللي كنت أساعده في مسح البيت، ويومياً كان يراويني الرسومات كيف يرسم، فحبيت هذه كانت البداية. هذه البداية كانت، وطبعاً درست العمارة بعد ذلك في أمريكا وتخصصت في هذا المجال، وأيضاً العمل في بلدية دبي تخصصت في موضوع التراث العمراني، وبدأت في ترميم المباني التاريخية وغير ذلك، وانطلقنا في هذا المجال. يعني خلينا نتكلم بداية قبل ما يعني ندخل في الحديث. التراث، تصميم المباني قديماً، شو كانت الأشياء الأساسية اللي كانوا يعتمدون عليها السكان بداية مع البيئة نقدر نقول البسيطة اللي حولهم؟ المباني طبعاً متنوعة، عندنا البيئة الساحلية، عندنا البيئة الداخلية اللي هي المزارع ومناطق الصحراوية، وعندنا البيئة الجبلية مثل رأس الخيمة وممكن نقول حتى مسافية، وكل واحد أيضاً مواد المستخدمة فيه، لأن بالأخير المواد المستخدمة هي من البيئة المحلية. يعني في المنطقة الساحلية مثلاً عندنا الصخور البحرية المرجانية كانوا يطلعونها من البحر، وهذه طبعاً كانت خبرات أكثر من 300-400 سنة، لأن أفضل مادة موجودة وتكون متلائمة مع المناخ والبيئة اللي احنا عايشين فيها. فالصخور المرجانية صخور خفيفة مسامية تساعد على العزل الحراري بين الداخل والخارج، مثل ما الآن عندنا الطابوق العازل وغير ذلك، فنفس الشيء. مادة الجص اللي كانوا يستخدمون والصاروج نفس الشيء، مواد تحافظ سواء على البرودة في الصيف أو الحرارة في الشتاء. المناطق الداخلية الطين نفس طبعاً الطين موجود بكثرة في الوديان وكذا، فنفس الموضوع أنه تحافظ لنا على الجو الموجود داخل البيت. فالمواد تكون كلها مواد طبيعية من البيئة الموجودة، الأسقف تكون من جذوع الأشجار مثلاً، سواء النخيل أو السدر وكذا. بعد ذلك في 1900 طبعاً الموضوع تطور أكثر وأكثر مع التجارة، مع الهند جابوا مثلاً أخشاب الصاي، مع زنجبار جابوا خشب الشندل والمواد الثانية اللي اتطورت، لكن بالأخير البيوت كانت مناسبة جداً للبيئة اللي احنا عايشين فيها. ومثل ما قلت إن هذه متطورة على 200-300 سنة، يعني وجود الفناء في وسط البيت، تعمل التهوية الطبيعية 24 ساعة، أبراج الهواء تدخل الهواء إلى داخل البيت وتعمل التهوية، والبيئة تكون بيئة نظيفة، فدائماً الهواء قاعد يتغير داخل البيت 24 ساعة يعني، فلذلك بيئة كانت صحية وملائمة للحياة. مثل ما هو معروف أنه المناطق الساحلية كانت رطبة، يعني فكان يأثر في موضوع الجدران اللي كانت قريبة من الساحل. فشو كانت يعني، هل كانت المباني في ذيك الأوقات لها فتحات معينة اللي تساعد أو تخفف، أو شو هي الطريقة اللي كانوا يستخدمونها عشان يخففون موضوع الرطوبة؟ من جانبين، من جانب المواد مثل ما تكلمنا، يعني عندنا مثلا مادة الصاروج اللي هو الطين المحروق، هذه مادة عازلة يستخدمونها في الأسطح، يستخدمونها في الأساسات خاصة المناطق القريبة من البحر، قريبة من الخور، فتعزل الرطوبة من البنيان نفسه. تصميم البيت نفس الشيء، وجود أبراج الهواء
في أربع اتجاهات، فتأخذ الرياح الجاية من الشمال من البحر تدخل إلى داخل البيت، وأبراج الهواء أيضا تسرع في الرياح نفسها. يعني لو سرعة الرياح في الخارج 10 عقد، تحت البرجيل ممكن 17 أو 18 عقدة، فيعطي نوع من الراحة. طبعا هذا في الصيف، في الشتاء الأبراج هذه تغلق لأنه ما في داعي للهواء نفسه، والحوش نفسه نفس الشيء يسوي لك التهوية الطبيعية. ففتحات صغيرة تكون موجودة، الهواء الحار داخل الغرف ترتفع تخرج من الفتحات هذه، فعلى طول يكون هناك تهوية داخل البيت نفسه. هذه للمناطق الساحلية. طيب الحين ندخل لموضوع المناطق الجبلية، هل كانت لها نفس التصميم؟ شوية مختلفة. يعني من أي ناحية أستاذ؟ التصاميم مثلاً ونقول رأس الخيمة بالأخير ترى هي مبنية على شو المواد الموجودة. طبعاً منطقة جبلية فيستخدمون الأحجار الجبلية، يقصوها بأشكال مستطيلة متناسبة بشكل رئيسي نسميه بيوت الحجر أو بيوت القفل في رؤوس الجبال في رأس الخيمة. بيوت تكون صغيرة مبنية من الحجر. بعض البيوت في جهة مثلاً حتى وغير ذلك الأساسات يبنوا من الحجر، لأن ما في شك أن الحجر حار وايد، والجدران بعد ذلك يبنوا من الطين، قوالب الطينية، والملاط أيضاً من الطين، والأسقف في الغالب تكون من جذوع أشجار السدر أو الغافة والأشجار المتوفرة، جذوع النخيل ويغطوها. فهي عبارة عن بيوت صغيرة، ولكن توجيه البيت مثلاً خاصة نحن عندنا أكثر الرياح في دولة الإمارات رياح الشمال، فيوجهوا البيت أن في الغالب الرياح هذه تدخل إلى البيوت وتعمل هذه التهوية في البيوت نفسها. طيب خلينا نقول شو اللي هو أبرز المعالم اللي هي يعني كانت بارزة في الفرجان في الأيام هذه، أو نتكلم نحن عن أيام قديمة يعني والموارد محدودة، فشو كان أبرز ما يميزها؟ الفرجان طبعا أيضا تخطيط المدينة نفسها، مع أن موضوع بدائي جدا نقول، ولكن كان هناك تخطيط. يعني في الغالب نحصل السكيك من جهة الشمال إلى الجنوب، لأن الرياح تدخل من الشمال وتخرج، ففي تهوية طبيعية للسكيك نفسها. ثاني شيء نحصل البيوت متقاربة جدا، يعني بعض الأماكن السكة متر بالكثير مترين، هذه طبعا لها مزايا نفس فكرة البارجيل، أن الهواء لما يضرب ويدخل في هذه السكة فسرعة الهواء أو النسيم يزيد فيعطي نوع من التهوية. أيضا البيوت لما تكون متقاربة فكل بيت يعطي ظلة على البيت الثاني، فالسكيك دائما مظللة بشكل طبيعي. يعني فأيضا فرق، يعني لو نقول بالصيف احنا نمشي في الشمس الدرجة 50، في الظل يكون 40 أو 35. فهذه الأمور كلها يعني تقارب البيوت وضيق السكك، وهذا طبعا شيء قديم جدا، يعني حتى يعني هناك حديث نبوي أن حديث صحيح حتى أن لما كانوا يختلفون في السكيك أو الطرقات، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم اجعلوا ثمان أذرع، ثمان أذرع اللي هي بمسافة الناقة وما تحمل على الجهتين، يعني تقريبا ثلاثة متر ثلاثة وشيء متر. فهذا السكة المفروض تكون مناسبة أن الحيوانات الجمال مثلا تمر مع ما تحمل، وأيضا البشر. لكن عندنا أيضا سكيك متر ومترين، يعني لأن كل ما السكيك تكون أضيق الظل يكون أكثر والتهوية تكون أفضل. خلينا نتطرق الحين لموضوع المساجد. المساجد في الفرجان ما كانت داخل البيوت، يعني كانت نقدر نقول شو هي الموقع كان اللي يميزها أثناء التصميم القديم؟ المساجد ممكن نقسمها لقسمين. دائما في كل مدينة عندنا المسجد الجامع الكبير، وفي القديم يعني في 1900 مثلا دبي عندنا المسجد الجامع الكبير، أهل دبي وديرة بأكملهم يجتمعون في هذا المسجد يوم الجمعة. بعد ذلك عندنا مسجد الفرجان. المسجد الجامع الكبير طبعا مسجد ضخم كان، ودائما نحصل في المدن الإسلامية القديمة أن القصر أو الحصن أو القلعة وبجانبه المسجد الجامع في وسط البلد. يعني حتى لوريمر البريطاني يذكر أن الله يرحمه الشيخ سعيد بن مشتوم يوم الجمعة مخلي العبرة من ديرة إلى دبي مجانا وقت الصلاة، بحيث الناس كلهم يجون، وهذا القصد أن يوم الجمعة أهل المدينة أهل القرية كلهم يتجمعون في مسجد واحد. أما مساجد الأوقات فهذه متنوعة، في مساجد تكون في السوق،
ومساجد تكون في الفرجان نفسها، مساجد صغيرة 50 شخص 60 شخص بسيطة، ولكن أيضا مفتوحة من كل الجوانب، يعني نلاحظ النوافذ من الأربع جهات بحيث التهوية تكون طبيعية لأن ما كان في كهرباء وما كان في مكيفات. زين، نتطرق الحين لموضوع بعد الأسواق الشعبية. هل تصميم الأسواق الشعبية كان دائما يكون يعني بالمنظور الممر والأسواق على اليمين واليسار؟ ولو كان في كان أسواق شعبية داخلية، هل كانت نفس الشيء أم كانت تختلف من ناحية التصميم القديم؟ في الأصل مثل ما ذكرت، يعني السوق عندنا ممر رئيسي والمحلات على الجانبين. محلات يعني نقول عرض الباب 3.5 متر مثلا، في 4-5 متر في الداخل. ولكن الأسواق لما تتوسع مثلا في منطقة الدير عندنا، بعد ذلك استوي التخصص. فعندنا مثلا ممر سوق البهارات، سوق القطانين، سوق المواعين. بعد هذه تجي عاد بعض الحرف اللي هي اكثر، مثلا الصاغه، الحدادين، غير ذلك. بعد ذلك يكون سوق الغنام، الاغنام والجمال وغير ذلك، وهذه تكون شوي ابعد لان في روايح وغير ذلك. فهذه تشكيله السوق. في الغالب ايضا يكون في اللي يسمونه سوق العرصه. سوق العرصه عندنا مثلا في دبي وفي الشارجه، هذه عند المناطق البدو لما يجون من البرويه جمالهم، معهم حطب، معهم فيبغي لهم ساحه كبيره شويه، فيجون مع جمالهم في الاسواق هذه ويبيعون الحطب واشياء معهم، وفي المقابل يشترون العيش والسمن وغير ذلك ويرجعون فيها لمناطقهم. يعني انزين استاذي، خلينا نتطرق للادوات المستخدمه للبناء. شو كانت الادوات اللي كانوا يستخدمونها سكان الامارات قديما؟ الادوات تبدا باخراج الاحجار من الجبل، سواء الاحجار المرجانيه او فأدوات لتقطيع الأحجار هذه، وأيضا الجص كان يطحنونه بالكامل بحيث كان يحرقونه بعد ذلك. فهذه أدوات الأولية. بعد ذلك الأدوات اللي في البناء نفسه، طبعا أدوات بسيطة من المطارق والحفر وغير ذلك لتكسير الحجر والبناء. طبعا عندهم صحون أو شيء إنه يخلطون فيه الجص. بعد ذلك الزخارف نفسها اللي هي ممكن نقول نوع شوي مستوى أعلى من البنائين، كان يعرفون في الرسم أو النقش وغير ذلك. عندهم الفرجار القديم فيرسمون الدوائر، وبعد ذلك عندهم السكين هذا اللي يحفرون فيه القوالب الجصية هذه بأشكال إما تكون هندسية أو نباتية، ويحطون طبعا القالب هذا لين ما يجف ويركب في مكانه. فبالأخير يعني أدوات بسيطة جدا، وفي مثلا اللي نسميه البلبل الآن اللي يمسكونه على أساس يعرفون أن الجدار يكون مستوي. في الستينيات بدأت تدخل مثلا الميزان اللي كانوا يستخدمون أنه يتأكدون أن الأرض مستوية، الأسطح أن أيضا يكون هناك ميلان في الأسطح بحيث مياه الأمطار تصب مثلا سواء في الحوش أو خارج المبنى. كنا نعرف أن في بعض الصناعات تقام في البيوت، منها اللي هي استخراج الدبس. فالدبس كانت له غرف لازم تبنى بطريقة، وكذلك مثلا الخوص والأمور الثانية، السدو بأدواته. فهناك صناعات كانت تأخذ من تصميم البيت، فكلمنا كيف كانت تدخل هذه. نبدأ أول شيء بدبس الرمان، دبس التمر. الدبس طبعا المدبسة، يعني خاصة البيوت الكبيرة، بيوت الشيوخ، بيوت التجار، دائما كان في المدبسة. وفي الغالب المدبسة تكون مكانها عند الباب الرئيسي على اليسار أو على اليمين. طبعا التمر عندنا بشكل كبير جدا، ومن البداية الخلال والرطب والبصر، ففي نهاية الموسم التمر الزايد خاصة يحطونه في قلال التمر. والمدبسة عبارة عن خنادق مبنية إما من الحجر أو من الطين على حسب المنطقة، وقلال التمر هذه يحطونها فوق بعض، والغرفة تكون دافية أيضا بحيث يسيح الدبس التمر من القلال الموجودة، تتجمع في الخنادق هذه ممكن 10-12 خندق، وبالأخير يكون في حفرة أكبر وفيها جرة، يتجمع الدبس بالكامل في الجرة هذه. دبس التمر طبعا يستخدم بعد ذلك كثير في الأكل، سواء الأكل بالشكل عادي ولا في الحلويات مع اللقيمات والأشياء الثانية هذه. فهذا مثل ما ذكرت يعني كان جزء من عمارة البيت. صح. في الغالب إما غرفة واحدة، بعض البيوت الكبيرة ممكن يكون في غرفتين مدبسة في البيوت هذه. والمالح، المالح والأمور الثانية أو ما يستخرج من البحر، أظني أنه يمر في مرحلة تجفيف يا أستاذ، ويكون في البيوت. في البيوت
إما في الحوش نفسه في حوش البيت أو في الغالب يكون فوق السطح لأن تكون فيه روايح وغير ذلك فيحطونه فوق السطح. وطبعا هناك مناطق بعد أشهر مثلا مناطق مثل دبا والفجيرة وكذا أشهر أيضا بالمالح لكن كان موجود في دولة الإمارات بشكل عام. ففي الغالب فوق السطح كانوا يستخدمونه لأن السطح كبير ومستخدم إلا يمكن في الصيف مثلا كان النوم فوق السطح في بعض البيوت. بيوت العرش طبعا النوم يكون فوق المنامة عندهم المنامة داخل البيت لكن بيوت هذه كانوا يستخدمون السطح للتجفيف. عندنا المالح عندنا الليمون مثلا فأي شيء كانوا يبون يجفون. ما شاء الله عندنا يعني 360 يوم شمس وشمس حارقة فيستخدمون الأسطح للتجفيف. بما أن احنا تطرقنا للمناخ والجو الصحراوي الحار كان هو ما متعارف عليه، هل كانت الأمطار يعني تكون مثلا مش نادرة تقريبا لكن هل كان يحسب حسابها في البناء؟ نعم أكيد، وأنا أتذكر يعني وأنا صغير كأن الأمطار كانت أكثر من الحين إلا ما شاء الله السنة هذه مع التغير المناخي لاحظنا أن في أمطار كثيرة جدا. لكن ما في شك يعني حتى لو 3-4-5 مرات مطر فلازم الواحد يأخذ احتياطه من الأمطار هذه. بيوت العرش عندهم طبعا نوعين، عندنا الخيمة، الخيمة السقف يكون مايل فيكون في السعف النخيل وأيضا يحطون عليه حصير من السعف بحيث الماء ينجرف من فوق السطح إلى الجوانب. البيوت الكبيرة بيوت الجص وكذا في الغالب هناك ميلان يعطون على حسب، بعض الناس كانوا يحطون الطين بعض الناس عندهم الجص بعض الناس عندهم الصاروج على البيت ولكن هناك ميلان. وفي الغالب كان مياه الأمطار تصب إلى داخل الحوش ويحطون مثلا جذور كبيرة أو شيء لأن أيضا مياه كان شيء مطلوب يعني نادر المياه هذه فيأخذون المياه هذه وينظفوها وكذا ويستخدمونها بعد ذلك في الشرب. أيضا أنا أتذكر أن كان في نوع آخر في أيام الشتاء يجيبون قماش أبيض على السطح أو في الليوان ويربطونه من 4 جهات فالمطر لما ينزل يعني القماش يمكن 2-3-4 أمتار المال ينزل في الوسط تحت النصف المركز هذا يحطون جدر تحته أيضا يجمعون مياه الأمطار. فما في شك أنه كان مدروس يعني حتى البراجيل مثلا في وقت الشتاء تغلق إما من فوق من الفتحات على أساس بالشتاء ما يبغون هواء بارد فتغلق عن الأمطار وعن الرياح الباردة أيضا. النقوش من ضمن التراث العمراني القديم أم أنها دخلت بعد فترة؟ القديم جدا ممكن نقول النقوش بسيطة يعني قبل 200 سنة و 300 سنة لكن المباني التاريخية اللي هي من 1900-1905 و10 نقوش دخلت بشكل كبير جدا عندنا ونقوش بنوعين. عندنا نقوش هندسية زخارف هندسية عبارة عن دوائر متداخلة مثلثات مستطيلات بأشكال عربية إسلامية جميلة أو تكون نقوش على شكل ورود مزهرية بحيث تعطي نوع من الجمال والراحة للنفس اللي جالس في المكان. أيضا كان بعض الأوقات يستخدمون الزجاج الملون يعني فوق الأبواب يكون في قوس مثلا من الخشب وفيها الزجاج مثلا أحمر وأخضر وأزرق فأشعة الشمس لما تضرب في الزجاج هذا أيضا يعطي نوع من الجمال للي جالس في الكاشي الملون كان داخل يعني في هذه الفترة ولا الكاشي مثل ما عندنا في هذا البيت هذه في فترة الستينيات وصلت إلى المنطقة كان شيء جديد. طبعا الناس مثلا الزجاج الألمنيوم مثلا وصل فالناس بدوا يستخدمون الأشياء هذه فهذا جزء من فترة الستينيات اللي احنا نسمي الفترة الانتقالية من العمارة القديمة للعمارة الحديثة الكونكريت والخرسانة المسلحة وغير ذلك فقد وصلت في الستينيات فالناس كانوا يستخدمون سواء في دورات المياه أو أيضا كزينة لبعض الجدران وبعض الأعمدة يعني. البراجيل اللي كانت تميز التراث القديم ما كانت نوعية الخشب المستخدم فيها؟ البراجيل طبعا مبنية ممكن نقول من 3 مواد أو 4 مواد رئيسية. عندنا الحجر الخارجي له الهيكل الرئيسي هذا أحجار مرجانية في الغالب. داخل البرجيل القاطع الجدارين هذه يبغون حجر خفيف ورفيع نسميه الصلافة. الصلافة هذه كانت تستورد تقطع من نهايات خور دبي منطقة القصيص مثل ما الآن في الترم الإنجليزي يسمون البارتيشن وول يعني خفيف جدا. والجزء الثالث اللي هو أيضا يشكل هيكل البرجيل اللي هو الخشب. الخشب في الغالب كان اللي نسميه خشب الجندل اللي هو مستورد من
شرق إفريقيا من منطقة زنجبار وسيم بورانجا. الخشب هذا تقريبا على اللي هو الهيكل الرئيسي تقريبا كل متر متر ونص يكون خط كامل هيكل للبرجيل من الخشب هذا، وبينهم يبنون الحجر، ثم بعد متر ونص مرة ثانية وهكذا إلى أن يرتفع. ناس كثير طبعا يلاحظون أن الخشب هذا أيضا طالع من البرجيل على كل الجهات ويسألون ليش يعني الخشب هذا طالع. صح. الخشب هذا بشكل رئيسي كان طالع لأن البرجيل كل 3-4 سنوات بحاجة إلى صيانة. فمثل ما الآن إحنا نحط سقالات من الحديد على المباني عشان نصبغ ونسوي صيانة، فهذه السقالات كانت موجودة بشكل دائم على المباني نفسها. بعض البيوت التجار والشيوخ كانوا يقصون على أساس يعني يعطي جمال أكثر للبرجيل نفسه. يعني ما كانت تحسب أنه كل ما كان أطول يعني أنه هذا الشخص مثلا يعني الخشب عنده له جودة. الخشب طبعا نوعين بشكل رئيسي، يعني نفس الشندل عندنا نوعين لما كانوا يجيبون من أفريقيا. النوع اللي هي يسموه سيمبورانجا من منطقة سيمبورانجا في شرق أفريقيا، هذا الجودة العالية، أسمك وأمتن ولونه بني غامق. وفي النوع الثاني اللي يجيبون من منطقة لامو أيضا من شرق أفريقيا، النوع فاتح شوية وخفيف. طبعا عندنا الرمة النمل الأبيض هذا خاصة النوع اللامو هذا على طول يأكل فيه يعني. صح. يعني احنا لما رممنا المدرسة الأحمدية في ديرة أول مرة نتعرض للمشكلة هذه، خلال 6 أشهر أكلوا السقف بالكامل يعني، فعدنا بناء السقف من جديد وسوينا حقن في الأرضيات عن النمل الأبيض وغير ذلك. ففي أنواع طبعا من الخشب أيضا. ارتفاع البرجيل نفسه أيضا دليل يعني بيت شيخ بيت تاجر، لأن كل ما يرتفع أكثر يلقط الهواء أكثر، وكل ما البرجيل يكون أكبر يلقط هواء أكثر. لكن إحنا في الغالب طبعا عرض الغرف عرض المباني ما كانت أكثر من 3.5-4 متر، لأن الشندل نفسه ما يمشي أكثر من 4-4.5 متر، فلذلك دائما عرض الغرف عرض البرجيل يكون بالطول هذا. إنزين أستاذي، خلينا نتطرق الحين حاليا للبيبان والشبابيك. البيبان والشبابيك شو كانت نوعية الخشب اللي تستخدم قديما اللي كانت بنفس الوقت تقاوم الاحتكاك والتصحر والرطوبة وفجأة حرورة، فشو كانت نوعية الخشب اللي مستخدمة للبيبان، وشو هي الأدوات اللي مثل المزلاج نفسه أو مقابض البيبان هل كانت موجودة، أو متى الفترة بعد أيضا اللي دخلت فيها؟ مع بدايات 1900 وخاصة التجارة بين الإمارات والهند وبورما وماليزيا، في البدايات طبعا قبل 1900 كانت الأخشاب الموجودة يعني من السدر من ممكن يسوون بيبان مثلا، لكن مع التجارة طبعا لما راحوا شافوا في الهند وفي بومباي وفي كريلا ومدراس وشافوا اندونيسيا أن يستخدمون خشب التيك أو الصاي في البيبان. الخشب الصاج من الأخشاب السميكة العتيقة بحيث تحافظ، والرمة طبعا الأخشاب الخفيفة ممكن تأكل فيه، لكن أخشاب الصلبة هذه مثل الصاج التيك خشب الجوز السيسم هالأخشاب ما تقدر النمل الأبيض تأكل فيه. فكان بشكل رئيسي يستخدمون في البداية كانت عبارة عن ألواح جنب بعض، ومن الخلف لوح أو عمود أفقي مع المسامير، لذلك نلاحظ أن في مسامير في الأبواب اللي هي تمسك والقلاع طبعا تكون أيضا المسامير مدببة، ويمكن مأخوذة من الهند وكذا، لأن هناك عندهم في القلاع كان الهجوم مثلا بالفيلة، فمدبب هذا على أساس الفيلة والحيوان لو ضرب في الباب يدخل في رأسه، نوع من الحماية للأبواب نفسها. بعد ذلك الموضة تطور بحيث يستخدمون البرواز الفريم والأخشاب هذه موجودة داخل الفريم نفسه، وأيضا تكون هناك زخارف خاصة في أنف الباب الخشب الوسطاني، فنفس الشيء نلاحظ زخارف هندسية بشكل كبير جدا، وممكن يكون يعني من 10 سنتي إلى 11 سنتي خاصة الباب الرئيسي الدروازة أو الدهليز للبيت نفسه، وأيضا الأبواب الصغيرة اللي داخل. النوافذ تقريبا نفس الطريقة، دائما في درفتين، يعني احنا البيبان ما عندنا درفة واحدة، دائما درفتين سواء بيبان كبيرة أو أبواب صغيرة أو نوافذ. النوافذ يمكن تتميز أيضا بوجود القضبان الحديدية أمامها حماية للبيت من اللصوص من دخول الناس الأجانب للبيت، لكن أيضا هناك زخارف بسيطة على النوافذ هذه نلاحظها، وهذه طبعا كأبواب. الأدوات أيضا القطع المستخدمة مع الأبواب مثل ما ذكرتي عندنا الحلق اللي هي تكون فوق الأبواب،
عندنا المزلاي اللي يكون في الوسط، بعض الأبواب الكبيرة للبيوت طبعاً هي. الأبواب الكبيرة يكون في باب وداخله في باب صغير اللي يسمونه الفرخة هي. والفرخة هذه اللي تستخدم إنسان شخص واحد ممكن يدخل، هذا الاستخدام اليومي هي. الباب الكبير في العادة لو في احتفال يوم الجمعة يوم العيد في شيء من هذا فيدخلون أعداد كبيرة إلى المجلس فيفتح الباب الدهريز الكبير مثل ما نسميه ويستخدم هذا الدهريز الكبير. أنا أتذكر في بيت القديم أيضاً فيها تقنيات، طبعا في مزلاج خشب من الداخل بحيث يتسكر مرات في مزلاجين، وفي قفل سري ايضا يعني من تحت يكون في خشبه ان يضغطون عليه، فهذه الغريب ما يعرف يفتحها الا صاحب البيت يعرف كيف يفتح الباب، على اساس لو حد غريب او لص او كذا بغى يفتح يمنعه. الأصباغ طبعا ممكن بعض الأوقات عندهم الورنيش يستخدمون كل مثلا كان موجود من أيام قبل استاذ الورنيش كان يجيبون من الهند في فترة الأربعينيات خمسينيات بحيث كل 3-4 سنوات ممكن يعطون ورنيش للباب نفسه على أساس يكون مع أشعة الشمس على البيبان هذا ممكن اللون يكون رايح، فكل 3-4 سنوات أيضا يعطوه لكن بنفس اللون يعني ما كان يدخلون اللون الأزرق ولا الأخضر ولا الأحمر في الغالب يكون نفس لون الخشب وإنما فقط مواد عازلة ومواد مقوية. متى دخلت الأبواب الحديدية؟ فترة الستينيات ممكن نقول بشكل رئيسي مع دخول الإسمنت والحديد والألمنيوم، فهي بدايات دخول بعضها كانت مستوردة من الخارج وبعضها في الستينيات أنا أتذكر يعني بدأت عندنا تصنيع الحداثة كانوا يسوون، وممكن نعتبره يعني فترة جميلة أيضا لأنه صار في تشكيلات يمكن في شوي مثلا تأثير هندي باكستاني على الأبواب، هذا أيضا يكون في زخارف يحطون شجرة نخيل مثلا أو يكتبون عليه ما شاء الله بالحديد الحمد لله، لكن يعني منطقة السطوة مثلا عندنا من المناطق اللي فيها أبواب جميلة جدا من الفترة هذه فترة الستينيات، وفي ديرة أيضا نحصل بعض الأبواب طبعا بعد ذلك مع 1990 و2000 لأبواب الزجاج وأبواب الحديد والإلكترونية طبعا دخلت في الموضوع. خشب الصندل هل كان له دور في البناء؟ الصندل ترى في شيئين، في الشندل أو بالإفريقي يسمونه الشندل اللي هو أكثر شيء في البناء، وناس يخلطون بين الشندل والصندل. صح. الصندل في الغالب هو عبارة عن خشب عطري يحرقونه على أساس الريحة تطلع منه وكذا، وعندنا عطر الصندل وغير ذلك. أما الشندل طبعا مسميات كثيرة، هذا يسميه الشندل، إحنا في الإمارات نسميه الشندل، في عمان يسمونه كندل، في البحرين يسمونه دنشل، فهو نفس المادة، هي عبارة عن مادة الخشب عروق، هي عروق شجر القرم، نفس القرم اللي عندنا بس في زنجبار، الأشجار ترتفع 3-4 أمتار ويقطعون من الفروع، وهذه يستخدمون بعد ذلك في التسقيف وأيضا في تدعيم الجدران وغير ذلك في البراسي. كلمني شو هي الصعوبات اللي كانت تواجه السكان في بناء المباني بحيث أنها تطول بعد؟ الصعوبات طبعا متنوعة، يمكن أكبر صعوبة قديما الحصول على مواد البناء، يعني مو كل واحد كان يقدر يحصل أحجار مرجانية وجص وصاروج، الشيوخ والتجار نعم ممكن، لكن أيضا الموضوع ما كانت بهذه السهولة أن يطلعون الحجر من البحار ينشفونه يغسلونه فترة لين بعد ذلك يكسرونه، الجص نفسه يطلعون أحجار الجص من الأرض يحرقونه 3-4 أيام بعد ذلك يطحنونه، الصاروج يبغي يمر بمرحلة حرق. ليش صخور الجص هي المادة العلمية كبريتات الكالسيوم، فهي صخور كبريتية معها الكالسيوم، فيحرقون الجص على أساس الماء هذا يطلع منه فيرجع للبودر، وقت البناء يخلطون مع الماء فيرجع مرة ثانية للأصل ويمسك مع بعض، يعني هي الفكرة تراجعية، يعني الأصل مع الماء يحرقون على أساس الماء يطلع بعد ذلك يخلطونه مع الماء. الصاروج مثلا لا كان يأخذ وقت 8-9 أيام حرق إلى درجة معينة من الحرق وكذا لين ما يكون مناسب للعزل الحراري هذا،
فالمواد هذه ما كانت بهذه السهولة، لذلك نلاحظ ذوي الدخل المحدود اللي نسميهم يعني المتوسطين بيوتهم في الغالب من سعف النخيل من العرش، فيكون أرخص وأسهل، ممكن خلال أسبوعين ثلاثة أسابيع الواحد يبني البيت بالكامل يعني. بيوت الحجر لا، كان يأخذ من 6 أشهر إلى سنة ممكن أكثر يعني. قلاع والحصون ممكن يأخذ لسنة سنة ونص يعني. فهنا كان في هذه الصعوبات في الحصول على المواد، البنائين كانوا قليلين أيضا، مو كل واحد كان بناء، السعف بيوت العرش كان سهل يعني. بعد ذلك بعض المشاكل الأخرى اللي تمر عليهم مثل النمل الأبيض يعني الرمى، الحشرات كانت لها أكيد الحشرات دور. كان موجودة الرطوبة اللي كانت موجودة، المناخ طبعا، المباني أيضا بحاجة إلى الصيانة كل 3 سنوات 4 سنوات، فهذا كان له تأثير على المباني نفسها يعني. هناك نوع من هذه الصعوبات اللي أكثر عاد يبغي يسوي زخارف ويسوي رسومات أيضا، كان يعني يمكن في دبي بأكمل ما كان في غير 2-3 هم المزخرفين للبيوت هذه نفسها. خلينا أستاذي من باب خبرتك في هذا المجال، شو هي أبرز المباني التراثية اللي موجودة في دولتنا حاليا؟ أقدم مبنى موجود الآن في دولة الإمارات مدافن في جزيرة غاغة في أبو ظبي من 6000 قبل الميلاد، يعني تقريبا 8000 سنة من الآن. هذه موجودة، هذه أقدم شيء عندنا. فهذه كانت تدخل بعد في تصميم المقابر بعد؟ هذه من المقابر كانت لها تصميم معين أو لا مجرد؟ لا لا، في الغالب المقابر خاصة مقابر أم النار في الغالب تكون مقابر دائرية فيها غرف، إما 6 غرف أو 8 غرف، ويعني في أشكال في هيلي مثلا أيضا شكل مختلف جدا من من المقابر موجودة، هذه طبعا القديم والآثار جدا. بعد ذلك عندنا مباني مثل ما نقول موقع جميرة الأثري، مباني إسلامية من الفترة الأولى في مسجد وفي بيت قريبة من بيوتنا الحالية، عبارة عن أحجار مثلا رسوبية مع الجص. أكثر مباني متميزة وباقية إلى الآن طبعا القلاع، لأن القلعة والحصن كان المبنى الرئيسي في كل مدينة يعني، قصر الحصن في أبو ظبي، حصن الفهدي في دبي، حصن الشارقة وعجمان، لأن هذا كانت المباني الرئيسية ووسط البلد، والحاكم دائما كان يسكن يعني. الحصن كان عبارة عن قلعة زائد سكن للحاكم. فالمباني هذه اللي كانت تأخذ فترة في البناء، وأيضا أشكالها متميزة جدا، وجود أبراج إما دائرية أو مستطيلة، الفناء في الوسط، سكن الحاكم في نفس البيت، بالإضافة لبعض الأشياء الضرورية، كان لازم يكون في بئر ماء، لأن حصن لو صار حصار أو شيء يكون في مدبسة، وجود التمر 3-4 أشهر 6 لا قدر الله صار حصار للحصن أيضا. وأهالي طبعا أوقات الحروب وكذا، كل أهالي النساء والأطفال خاصة يكونون داخل الحصن هذا، القرية بأكملها يعني المدينة يكونون في الحصن. النوع الثاني أهم المباني ممكن نقول المساجد، وأقدم مسجد باقي إلى الآن مسجد البدية في منطقة البدية بين خرفكان والفجيرة من عام 1446 يعني أكثر من 570 سنة تقريبا، مسجد جميل وطراز جميل، وجود 4 قبب في المسجد نفسه، وهناك مساجد كثيرة طبعا. في مساجد هدمت للأسف يعني، مسجد العتيبات في أبو ظبي مثلا، كان عندنا مسجد الجامع الكبير في دبي كان يتميز بوجود 54 قبة، وفكرة هذه يعني 6 صفوف في 9 أروقة كأن موجودة يعني، سواء عندنا في دولة الإمارات أو في عمان أو في قطر، نفس المسجد بنفس التصميم نحصله في دبي وفي الدوحة وفي جعلان بني أبو علي في عمان، فنفس هذا المسجد الجامع الكبير. بعد ذلك المساجد الصغيرة، الأسواق طبعا كان جزء مهم من المدينة سواء في دبي ولا أبو ظبي العين الشارقة، والبيوت بعد ذلك بيوت جميلة عندنا يعني في كل الإمارات بالمئات طبعا. أكيد. بيت الشيخ سعيد، بيت المريخي في ديرة، في دلمة، في بيوت جميلة، بيت صحيح. الشيخ محمد بن خليفة في العين، بيت النابودة، بيت المدفع، بيوت بيت السركان يعني، ولا زالت محافظة على التراث العمراني إلى الآن. طبعا خلال 50 سنة الماضية مع تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة صار هناك اهتمام كبير جدا بالحفاظ على التراث، سواء التراث الشفهي أو التراث المادي اللي هي متمثلة في المباني والآثار وغير ذلك، وصار في يعني ترميم أكثر من 500 مبنى على كل إمارات الدولة في العين وأبو ظبي ودبي والشارجة باقي الإمارات بكل أنواعها، القلاع والحصون والأبراج، الأسواق، المساجد، البيوت القديمة، وكثير من هذه المباني أيضا تحولت إلى متاحف تراثية ومتاحف متخصصة، متحف الشندغة مثلا من أكبر المتاحف التراثية الموجودة في الدولة، فالحمد لله صار فيه اهتمام كبير جدا في الحفاظ على هذا التراث.
نحن نعرف أنه خلال الفترة الخمسين سنة اللي مضت أنه التطور دخل بشكل يعني نقدر نقول سريع وقوي، فشو كان تأثير هذا التطور على المباني التراثية القديمة؟ هو ما في شك أن التطور الحديث أدى إلى يعني هدم وإزالة كثير من المناطق التاريخية اللي كانت موجودة في الدولة، لكن الحمد لله صار في اهتمام من 1980-85 بحيث نحافظ على ما تبقى من هذه البيوت، ومثل ما ذكرت يعني أكثر من 500-600 مبنى تاريخي تم الحفاظ، والآن إحنا ماشيين في مرحلة ثانية اللي نسميه التراث الحديث اللي هي فترة الستينيات والسبعينات والثمانينات، لأن أيضا هذا جزء من ذاكرة المدينة وقصة المدينة، ومفروض المدينة هي قصة يعني من 2000 إلى 1000 إلى 500، والسائح والزائر يشوف التاريخ هذا. فالحمد لله في اهتمام الآن كبير بالتراث الحديث أيضا اللي كان موجود فترة هذه في الستينيات وكذا، وموضوع مستمر والحمد لله. إنزين أستاذي، من وجهة نظرك المهندسين اللي حاليا مقبلين على دراسة الهندسة والتراث العمراني، كيف ممكن يستلهموا أو يستفيدوا من تصاميم المباني القديمة؟ أكثر من طريق. الطريق السهل، إحنا في بلدية دبي عملنا كتب مرجعية للتراث العمراني، يعني عندنا موسوعة الزخارف المعمارية فيها 920 زخرفة لكل المباني الموجودة، وكل زخرفة لها رمز، ونعرف الزخرفة هذه مثلا بيت الشيخ سعيد الطابق الثاني في العمود مثلا، هذا في الباب، هذا كتاب مرجعي متكامل ليس لدولة الإمارات وإنما للخليج بأكمله، وفعلا يعني شفنا في دول شقيقة من دول الخليج أيضا يستخدمون الجزء الثاني. طبعا ما له بد أن المهندس يزور الموقع، لازم يزور المناطق التاريخية في دبي وأبو ظبي والشارقة، لأن الإنسان لما يشوف ويلمس الملمس والشكل والمقاسات والنسب صحيح. هذا ما في شك. ثم هناك المساقات الخاصة في الجامعات، الآن جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، عندنا أكثر من 15 كلية للعمارة وعندهم دائما مساق التراث المعماري الإماراتي، وهذا جدا. جانب مهم أن يدرسون هذا الشيء، لأن أشياء كثيرة جدا يعني المقاسات، الأفكار، فلسفة العمارة هذه، تخطيط المدينة القديمة، كل هذه ضروري أن يتعلمون، ويمكن أهم شيء مناسبة والتصاميم هذه للبيئة والمناخ اللي احنا فيه. احنا في عام الاستدامة، ومبانينا لازم تكون مباني مستدامة. مباني القديمة مستدامة 100%، مباني خضراء لأن أصلا ما كان في كهرباء صحيح. فمباني محافظة، وكيف أن التصاميم هذه ملائمة جدا للمناخ والبيئة اللي عندنا، التهوية الطبيعية، الإنارة الطبيعية، يعني احنا عندنا الشمس ما شاء الله طول، فما نحتاج أصلا صحيح. من شروق الشمس إلى الغروب ما نحتاج مفروض إضاءات في البيوت. التهوية كيف نستفيد من رياح الشمال ورياح السهيل ورياح الجنوبية ورياح، فهذا كله يعني ممكن يستفيدون منها. إنزين نقدر نقول إن إحنا نقدر نستنبط صفات الأشخاص نفسهم كسكان الإمارات نفسهم من المباني؟ ممكن. مثل الإنسان يتأثر ببيئته ما في شك يعني، والبيئة تأثر على الإنسان سواء في لبسه، يعني إحنا نلبس مثلا صح. الكندورة البيضة، لأن السوداء طبعا عند الحريم، ولكن البيضة مناسبة جدا للبيئة المناخية اللي عندنا. تغطية الرأس ضروري جدا، يعني الآن الواحد في الصيف لو يطلع وحاصر الرأس ما شاء الله الشمس يعني تذوب الرأس يعني خاصة في الصيف، فما في شك أن البيئة تأثر على الإنسان، والإنسان أيضا يؤثر على البيئة بتصاميم المعمارية والمباني، وكيف يستفيد من المناخ الموجود فيه في تصميم مدينته وفي تصميم بيته. يعني نقدر نقول أنهم مثلا كانوا أشخاص فعلا ما نقدر نقول أنه فكروا بطريقة مبتكرة رغم بساطة الأدوات اللي موجودة صحيح. عندهم صحيح يعني وخدمتهم. الله يحفظ الشيخ محمد بن راشد دائما لما يذكر آمين. البارجيل يذكر أنه هذا إبداع إنساني كان موجود، وفعلا بأشكال مختلفة، يعني أكثر البراجيل يمكن نحصلها مربعة، لكن مثلا مجلس إبراهيم المدفع في الشارجة البرجيل مدور دائري الشكل، بعض هي الفكرة الأصلية موجودة، وكيف الفنان والمعمار يقدر يبدع في الشكل، فما في شك كان هناك إبداع كثير، وخاصة في الزخارف اللي بعد ذلك يحطون على المباني أو على البراجيل يكون في إبداع الفنان، كيف مثلا كل لوحة يطور ويطور. المباني هذه تطورت على مدى أكثر من 300-400 سنة، مقاسات الفناء، مقاسات الغرف، مقاسات الأبواب، النوافذ، غير ذلك،
ففعلا كانت عمارة مناسبة بشكل كبير للظروف المناخية الموجودة معنا. اسمح لي أستاذي أسألك، إنه شو رأيك لمستقبل التراث العمراني القديم لدولة الإمارات؟ القديم والحمد لله أنا أقول أنه تم المحافظة الحمد لله بشكل كبير جدا، يعني يمكن 90% من المباني الموجودة قبل 1950 مرممة الآن ومحافظ عليها ومستخدمة أيضا بشكل جيد، لأن هذا أيضا تحدي آخر. إحنا نرمم المباني هذه، طيب شو نستخدمها؟ كثير منها طبعا الأسواق، ترجع أسواق المساجد، مساجد البيوت اللي هي أكثر، هذا شوي في إشكال، لأن اليونسكو طبعا يقولون رجعوا المواطنين الأصليين سكنوا فيها. الآن صعب نجيب المواطن ويسكن في بيت صغير خوش، يبغي جراج ويبغي فيلا وغير ذلك. صحيح. فكثير من هذه البيوت الآن تحولت إما إلى فنادق تراثية، مطاعم تراثية، مطاعم ممكن السواح يجون. صحيح. أسواق تقليدية وتجذب السواح وتجذب أيضا المواطنين أن يشوفون التراث، فالحمد لله محافظين، والآن مثل ما ذكرت مارين في المرحلة الثانية اللي هي التراث الحديث إن شاء الله. أستاذي، شو دور الجيل هذا اللي موجود في الحفاظ على هذا التراث العمراني؟ دورين، يمكن دور أن يتعلمون ويحافظون، ودور ثاني مهم جدا أن المعماري دائما يتعلم وأيضا يعيش ثم يصمم للمستقبل. يعني الآن لو أنا جيت في 2024 أصمم لي بيت، يمكن ما في حاجة أحط أبراج هواء لأنه عندنا مكيفات، عندنا كهرباء مكلفة وكذا، ولكن أن البيت الحالي في 2024 يكون مناسب مع البيئة باستخدام المواد الحديثة، الزجاج والكونكريت. يعني الآن طبعا صعب أبني بالطين ولا بالجص وكذا، ولكن فكرة الحوش، أستفيد من الإضاءة الطبيعية، أستفيد من التهوية الطبيعية في المبنى، هذا مهم جدا في مبانينا الحديثة. والآن الحمد لله كثير من المعماريين الشباب بدوا يعني يستخدمون هذه الأفكار في مبانيهم، سواء بيوت أو مباني حديثة. أستاذ، لا شك أن التراث العمراني القديم مرتبط بالسياحة، فكلمني عن هذا الرابط بينهم. ما في شك، مثل ما ذكرت يعني أنا يمكن أكثر شغلي كان في إمارة دبي وفي البلدية، منطقة مثل منطقة الفهيدي. لما انتهينا مع البدايات طبعا لازم نعرف تخصصات واستخدامات المباني، فخليناها منطقة سياحية ثقافية تراثية. السائح يجي يشوف 3-4 متاحف، يبغي ياكل يحصل الاكل الاماراتي في بعض المطاعم، يبغي يسكن يكون في فندقين 3 تراثيات. فهذا ما في شك، والحمد لله يعني دوله الامارات الان دوله متجهه بشكل كبير جدا الى موضوع السياحه وايضا السياحه الثقافيه. السياحه الثقافيه ان الانسان يجي يشوف المتاحف، يشوف تراث وتاريخ المنطقه هذه. فما شاء الله يعني واصلين الى اكثر من 18 و20 مليون سائح سنويا في دبي وفي دولة الإمارات. ما في شك أن هذا جزء مهم ورافد كبير للاقتصاد الوطني الموجود. إنزين أستاذي، شو النصيحة اللي توجهها للأجيال القادمة للمحافظة على أهمية التراث العمراني القديم؟ أول شيء ما في شك أن الحفاظ على هذا التراث، عدم سواء هدم أو تخريب أو تشويش التراث هذا. ثاني شيء الاستفادة من هذا التراث مثل ما قلت في مبانينا الحديثة، ناخذ الأفكار ونطورها. يعني احنا دائما طبعا نذكر مقولة الله يرحمه الشيخ زايد بن سلطان النهيان، من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. فمهم جدا أن نحافظ على ماضينا، نتعلم من ماضينا لنعيش الحاضر وأيضا نبني المستقبل وهذا التراث وهذا التاريخ في أذهاننا. أستاذي ما قصرت ويانا اليوم، الله يعطيك العافية، أخذت منك كميات معلومات إن شاء الله يكونون المشاهدين استفادوا منها إن شاء الله، ومثل ما أنا استفدت منها. الله يعطيك العافية. وإحنا نصيحتنا دائما طبعا سواء المشاهدين مواطنين وغير مواطنين، زيارة هذه المناطق والاطلاع، لأن السماع غير عن الرؤية. لما الواحد يشوف ويعيش ويمر في هذه المناطق، يمكن مو في فصل الصيف، فصل الربيع والشتاء أجمل، ولكن مباني موجودة والحمد لله. الله يعطيك العافية، ما قصرت يا أستاذ. الله يسلمك، الله يقويك يا رب. الله يخليك.